اهلا بكم مع فيديو جديد من قناة هندسة المعلومة. انا عارف ان سيادتك لفيت في مراجعات كتيرة وعايز تاخد قرار في الشراء. في 3 اجهزة الناس يعني في حيرة في امرهم يشتروا انه انا بوفر لحضرتك اتخاذ القرار بناء على اساسيات. لو حضرتك بتبص للتكلفة يبقى تشتري الاقل في السعر اللي هو الريلمي اكس تي. لو حضرتك بتبص للامكانيات يبقى حضرتك تشتري الفئة اعلى من الرينو 2. لو حضرتك هتقارن ما بين الريلمي والاوبو اللي هو الرينو 2F يبقى حضرتك تجيب الرينو 2F. التكلفة ما بين الرينو 2F والريلمي اكس تي يعني لا تزيد عن 340 جنيه. بالنسبة للفرق في التكلفة ما بين الرينو 2 والرينو 2F حوالي 4000 جنيه، تكلفة كبيرة. بس سيادتك هتاخد تصوير فيديو أقوى، الشكل أفضل، الموتور بشكل تاني مختلف يعني محمي أفضل، فده الإمكانيات اللي ممكن تبحث عنها كجهاز عالي في السعر. تمام، يبقى التلخيص اشتري الرينو 2 لو سيادتك معاك فلوس حوالي 10000 جنيه فيما اقل. لو حضرتك معاك 5000 جنيه فيما يزيد اشتري الرينو 2F. لو حضرتك عايز اقل يبقى تشتري ريلمي اكس 2. الكاميرات الرينو 2 والرينو 2